السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا أبنائي الطلاب، أخباركم إيه؟ أتمنى إن أنتوا تكونوا أحسن، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم من الفيديوهات اللي قبل كده. الحمد لله، بس أنا حابة أقول لكم خبر مفرحني جدا، إن أنا أخيرا حصلت على درجة الأستاذية. يعني كنت الفترة اللي فاتت دي مشغولة شوية، وبتقدم لأبحاث تتحكم دوليا، وتقدمت قدام لجنة الترقية لأعضاء التدريس، وحصلت على درجة بروفيسور في نيوروفيسيولوجي. والحمد لله، عقبالكم كده إن شاء الله لما تحققوا اللي بتتمنوه وتوصلوا لأحلامكم، ويفرحكم ويفرح أهاليكم إن شاء الله. بإذن الله الأسبوع ده هنضغط شوية في المحاضرات، لأن إحنا خلاص داخلين على شهر مارس، وعايزين ننجز ونخلص محاضرات بسرعة، نتفرغ وقت أطول للريفيجنز بإذن الله. في خلال الأسبوع ده إن شاء الله هتلاقوني أعلنت لكم على ميعاد ريفيجن، والريفيجن في الغالب بتكون لايف، علشان أو يعني حل الامتحانات بيكون لايف، بنزل لكم لينك وبتسجلوا عليه، وبنتواصل معاكم علشان خاطر ندخل لايف مع بعض ونحل سوا إن شاء الله الامتحانات. وطبعا بعد ما تكونوا اتفرجتوا على الفيديوهات بتاعتنا تكونوا مجهزين مجموعة من الأسئلة، ونتناقش مع بعض فيها. اللي عنده حاجة محتاج يسأل فيها، بيبقى سيشن مطولة كده مع بعض، وإحنا لايف سوا، يعني علشان يبقى في تواصل أكتر من كده. النهاردة إن شاء الله هنكمل آخر حاجة في الجزء بتاع البايو كيمستري، وهحاول بقدر الإمكان أدخل في الشابتر الجديد. ممكن انزل محاضرة بالليل، بس انا عايزة احس ان انتوا بتتفاعلوا معايا اكتر من كده، يعني عايزة احس ان في عدد اكبر. الحمد لله انا بيتواصل معايا مجموعة كبيرة منكم على الواتساب وبرد عليهم، لكن انا محتاجة احس انه المحاضرات وصلت لعدد اكبر من الطلبة، ودي يعني اعتبروه طلب مني ليكم ان انتوا تعملوا شير للفيديوز، و تبلغوا زمايلكم معاكم في المدرسة، حد بتقابلوه في أي حصص في أي وقت تبلغوهم. بس لو انتوا فعلا استفدتوا من المحاضرات، لو انتوا حاسين ان انتوا بتسمعوا محتوى يستاهل انه تبلغوا بيه زمايلكم، تمام؟ النهاردة إن شاء الله هناخد الموفمنت اوف ماتيريال، يعني إزاي المواد بتتحرك جوه الجسم ما بين الخلايا وبعضها. الجزء ده شوية فيزيكس زي ما قلت لكم، احنا عندنا الشابتر الأول عبارة عن بايوكيمستري، جزء كبير منه الجزء الكيميائي اللي احنا خدناه من المحاضرتين اللي فاتوا، الجزء الثاني هو فيزيائي شوية، عايزين نعرف انتقال المواد من وإلى الخلية، تمام؟ ازاي الماتيريالز بصفة عامة بيحصل لها موفمنت داخل الخلايا، سواء كانت خلايا حيوانية أو خلايا نباتية. فأنا طبعا عشان أفهم الفكرة نفسها بتاعت الموفمنت، لازم في بعض البوينتس معينة لازم أبقى عارفها، و يعني فهمها كويس قبل ما ادخل داخل البيولوجي او البيولوجيكال سيل، تمام؟ مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ مطلوب مننا نمسك قلم وورقه ونكتب مع بعض بعد ما اخلص الجزء بتاع الشرح، ان احنا نفهم، وتبقوا كاتبين كل حاجه بايديكم. نفتح الملزمه مع بعض لو سمحتوا. دلوقتي هنجيب قلم والكراسه بتاعتنا اللي بنسجل فيها النوتس بتاعتنا بتاعت البيولوجي، ونبدا مع بعض. يلا، الجزء بتاع الموفمنت اوف ماتيريال، اخر حاجه في الشابتر بتاع البايوكيمستري. طيب قبل ما ابدا ولا اعرف يعني ايه موفمنت اوف ماتيريال، او ايه هي التايبس اوف موفمنت اوف ماتيريال، لازم اعرف يعني ايه سوليوشن. ثانيه واحده، يعني ايه سوليوشن؟ طبعا احنا فاهمين ال اسمه ايه ده، فاهمين المعنى سوليوشن يعني ايه. سوليوشن يعني ماده عباره عن ايه. ايوه، هو ده اللي انا عايز اعرفها. عباره عن ايه ماده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، او منقسمه الى حاجتين، عباره عن سوليوت، تمام، وسولفنت. السوليوت دايما بيكون عباره عن ايه؟ السوليوت بيكون عباره عن حاجه سوليد، خلاص، زي مثلا على سبيل المثال الملح،
تمام، الملح، السكر، البن، اللي هي الحاجات الباودر، بتبقى باودر كده خلاص، وباخد منها معلقة وادوبها في السولفنت. يبقى السولفنت ده عبارة عن ايه؟ السولفنت ده عبارة عن الليكويد سبستنس او الليكويد ماتيريال، خلينا نقولها ماتيريال احسن، ليكويد ماتيريالز. ممكن تكون ميه، ممكن تكون اويل، صح ولا لا؟ ممكن تكون عندنا ايه تاني؟ حاجات كتير بقى، سولفنتس زي مثلا البنزين، في عندنا حاجات مثلا الديسمو ميسايل، حاجات كتيره جدا بدوب فيها السوليوس بتاعنا. يبقى السوليوشن هو بيكون عباره عن نجيب زي بيكر او تيوب ونحط فيها الاول السولفنت وليكن الميه، تمام، وبعدين بضيف عليها ايه؟ بضيف عليها السوليوت، تمام، زي كاني جبت كوبايه ميه ورحت كوبايه الميه، الميه دي عباره عن ايه؟ عباره عن السوليوت، وحطيت فيها معلقه ملح وقلبتها، معلقه الملح دي هي الايه؟ السوليوت او السوليد ماتيريال، تمام؟ طبعا عشان يتكون عندي سوليوشن، احنا عندنا انواع كتير من السوليوشن، عندنا سوليوشن بيكون كلير تماما، يعني حصل كومبليت ديسولفيشن، complete dissolution نكتبها كده complete dissolution of solute in القلم، بس ساعات ما بيكتبش الحروف، يعني في الفيديوهات اللي فاتت احيانا كان القلم مش بيكتب الحروف كويس فيبان ان انا كاتبه الكلمه غلط، فركزوا وانتوا بتكتبوا، يعني احيانا في شرطه بتاعت التي مثلا ما تجيش او حاجه زي كده، تمام. يحصل complete dissolution للسوليوت انسايد ايه؟ inside السولفنت، تمام، يعني بتدوب الماده تماما اللي هي الماده اللي هي السوليوت داخل السولفنت، زي معلقه الملح افضل اقلبها لحد ما ايه؟ لحد ما اكون عندي سوليوشن متجانس، خلاص. في بقى احيانا لو انا جبت مثلا نفس كوبايه الميه هي ورحت احط عليها معلقه بن، خلاص، واقلب، لا ده ما بيحصلوش ايه؟ ما بيديسولفش او ما بيدوبش في الميه، ليه؟ لانه هو بيفضل suspended in water. suspended، ثانيه واحده، suspended in solvent. طبعا ايا كان السولفنت ايه، يعني ووتر او اويل زي ما قلت لكم. يبقى احيانا يبقى اول حاجه يحصل كومبليت ديسولف ان سوليوت، وتاني حاجه يحصل ايه؟ مش راضي يكتب اهو. تاني حاجه يحصل ان هو يبقى suspended يعني معلق، او بيبقى شكله باين، تتحس ان السوليوشن توربت كده لما تبص عليه، زي البن مثلا لو احنا بنعمل فنجان قهوه كده، وتلاقيه بعد فتره لما اسيب السوليوشن ده، تلاقي البن ايه حصل له بيرسبتيت تحت، طبعا هيتغير لون الووتر، صحيح، لان في بعض المواد السوليوتس دي بتكون فيها اكتيف جريدينت زي الكافيين مثلا، ده بيدوب في الميه، يعني في بعض الاكتيف جريدينتس داخل يعني مثلا الشاي الاخضر، الشاي او الشاي اللي هو الشاي الاسود بتاعنا العادي، لما اقلبه في الميه، تمام، هو هينزل الاكتيف جريدينتس اللي فيه، ودي حاجه هناخدها بعدين ان ادفانسد، هنفهم إيه في لما ناخد البلانتس والميديسينال بلانتس، وايه الاكتيف جريدينتس اللي موجوده فيها، إيه الماده الفعاله، يعني والمواد الفعاله دي بتدوب في الميه عادي، فتلاقيها خرجت من البارتكلز اللي موجوده فيها ودابت في الميه، لكن نفس البارتكل نفسها اللي هي فيها سليولوز او فيها حاجه مش بتدوب في الميه، تلاقيها حصل لها بيرسبتيت في البيز، هنا في البيز بتاع السوليوشن، تمام. يبقى انا عندي نوعين من السوليوشن، كومبليت ديسوليوشن او بتلاقي السوليوشن ايه حصل له سسبندد في الووتر، خلاص كده. طيب فهمنا فكره السوليوشن يعني ايه. طيب انا اصلا ليه بتكلم عن السوليوشن؟ الحاجات دي كلها فيزيكس، تمام، او كيمستري مثلا. طبعا فكره ان انا بدوب السوليوت في السولفنت، يعني حصل تفاعل كيميائي ما بين
مثلا الملح اللي هو صوديوم كلورايد خلاص مع الميه مع ال H2O. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تفاعل كيميائي هيديني نواتج. الماده اللي حصل فيها ايه؟ اللي حصلها ديسولفت دي يعني حصل تفاعل كيميائي. اوكي، يبقى انا بتكلم عن تغيرات فيزيائيه، physical changes و chemical changes. طب ايه علاقه ده بالبيولوجي؟ يعني انت بتشرحي لنا الكلام ده في البيولوجي ليه؟ هقول لكم ايه العلاقه دلوقتي. لو انا دلوقتي عندي ادي السيل مثلا، ادي السيل بتاعتنا خلاص، والسيل دي بتحتوي على حاجه اسمها سيتوبلازم. هناخد الكلام ده ان شاء الله المحاضره اللي جايه، ممكن تنزل على بالليل كده برضو ان شاء الله. ده اسمه سيتوبلازم خلاص. السيتوبلازم ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن النوعين سوليوشن عادي، سوليوت وسولفنس. وهناخد المكونات بتاعت السيتوبلازم دي بالتفصيل ان شاء الله المحاضره اللي جايه. تمام، سوليوت وسولفنت مع بعض. وفي عندي دي السيل نفسها، وفي عندي حوالين السيل في ميديا خلاص. الميديا دي فيها اكتيف جريدينتس مهم جدا انها تدخل جوه السيل. تمام، يبقى في عندي في حاجات لازم اكون عارفها كويس عشان اعرف المواد بتنتقل ازاي من بره الخليه لجوه الخليه، ولما بتنتقل بيحصل لها ايه؟ بتدوب ولا بتبقى سسبندد، ولا ايه التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل ما بينهم؟ اذا النهارده المفروض ان احنا نعرف ايه هي الموفمنتس اوف ماتيريال. نكتبها كده، الموفمنتس اوف ماتيريال، movements of materials in and out of the cell. ازاي بتنتقل المواد من والى الخليه؟ يعني احنا قلنا هنا عندنا ولنفترض هي دي السيل خلاص، وادي النيوكليوس وادي السيتوبلازم. دي عندي سيل خلاص. ازاي المواد اي ماتيريال هتخرج او هتدخل لداخل الخليه، وازاي هتخرج من الخليه الى الخارج؟ انا عايزه اعرف ازاي بيحصل الحكايات دي. هناخد ان شاء الله زي ما قلت لكم المحاضره الجايه هناخد السيل بالتفصيل، وكمان الموفمنت دي ليها اكتر من 8 اشكال، يعني في 8 shapes للموفمنت بتاعت الماتيريال من الخليه من والى الخليه. لكن دلوقتي هناخد حاجتين مهمين جدا بتتكرر في كل الخلايا. ايه هم؟ او لازم ابقى عارفهم كويس قوي. عندي نوعين من الموفمنت اوف ماتيريال ان اند اوت اوف ذا سيل. اول حاجه الديفيوجن، الحاجات دي بنتسال عنها كتير في الامتحان يا شباب، فلازم المحاضره اللي تلاقوني دايما ماسكه كده البورد وبكتب معاكم وعايزاكم تكتبوا ورايا، ده معناه انه الاسئله اللي بتيجي عليها كتير، فعايزاكم تفهموا الاول وبعدين ندخل على الملزمه نقراها. تمام، فلازم الحاجات دي تكونوا فاهمينها كويس قوي. اول حاجه عندي الديفيوجن، وتاني حاجه عندي الاسموزز. تمام، ايه هو الاسموزز وايه هو الديفيوجن؟ الديفيوجن والاسموزز هي نفس الفكره. ايه هي الفكره؟ طيب انا عندي زي نجيب كونتينر كده كبير خلاص، وفي النص عندي ممبرين. طيب في عندي حاجز كده ممبرين، اوكي. ليه انا رسماه منقط؟ ليه رسماه منقط؟ لان الممبرين ده لازم يكون سيمي بيرميبل، سيمي بيرميبل ممبرين. يعني ما ينفعش بكل حال من الاحوال اجيب، لو حد فيكم عايز يعمل الاكسبيرمنت دي في البيت، ما ينفعش اجيب مثلا حاجز خشب واحطه في نفس الكونتينر واقول ده سيمي ده ممبرين. لا، ما ده مش سيمي بيرميبل، ده امبيرميبل ممبرين. سيمي يعني ايه سيمي اصلا؟ كلمه سيمي يعني ها في يعني ممكن يعدي المواد، ممكن يعدي. زي ايه مثلا؟ عندنا نكون بعض المواد عندنا ادوات في البيت، يعني عارفين
الاسترتش اللي بنغلف بيه الاكل، في رول استرتش كده اللي هو اسمه ايه مش فاكره، بنغلف بيه الاطباق وندخلها الثلاجه، بيتغلف فيها الساندوتشات مثلا لما بنشتري حاجات من بره، اللي هو بيتمط كده استرتش وبيبقى متغلف بيه اطباق الجبنه والحاجات دي، ده سيمي بيرميبل ممبرين. لو انا حطيته وحطيت مثلا ماده سايله جواه، تلاقيه بعد فتره ابتدى يحصل ايه، خروج للبارتيكلز الصغيره، طبعا مش اي بارتيكلز، يعني حجم البارتيكل بيفرق في السيمي بيرميبل ممبرين. لو انا حطيت ورق زبده مثلا، ورق الزبده العادي ده، وحطيت عليه مثلا ماده تكون فيها او سوليوشن معين او اي حاجه، عارفين فكره ان انا اصفي الحاجه بصفيها بمصفر، بس طبعا المصفى اللي في المطبخ العاديه دي لا ما تنفعش، دي ما اقولش عليها سيمي بيرميبل، بالعكس دي بيرميبل خلاص. لكن انا بحط ماده، فمثلا تلاقوا الميه بس او الزيت بس اللي هو تماما كلير تماما ما فيهوش اي سوليوت فيه، هي اللي عدت وبقيه الحاجه ايه، وبقيه الحاجه ما عدتش او اتحجزت في الجنب التاني. دي فكره السيمي بيرميبل ممبرين. ده معناه ان انا عندي ثلاث انواع من الممبرين، عندي بيرميبل ممبرين خلاص، وعندي سيمي بيرميبل، وعندي ايه امبيرميبل خلاص. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الممبرينز، ثلاث انواع، دي تايبس اوف ممبرينز، اثنين ثلاثه، دي التايبس اوف ممبرينز. ايه هي التايبس اوف ممبرين؟ بيرميبل يعني بيعدي كل حاجه واي حاجه، اي حاجه تعدي وكل حاجه تعدي. السيمي بيرميبل ممبرين ده بيعدي حاجات وحاجات لا، يعني البارتيكلز الصغيره تعدي، اما البارتيكلز الكبيره لا ما تعديش. اما الامبيرميبل ممبرين ده ما بيعديش حاجه خالص، ولا صغير ولا كبير، حاجز تماما ما يعديش اي حاجه. تمام يا شباب؟ طيب يبقى انا كده عندي جبت السيمي بيرميبل ممبرين. ايه الاكزامبل على السيمي بيرميبل ممبرين عندنا في السيل؟ الاكزامبل على السيمي بيرميبل ممبرين عندي السيل وول، السيل وول في البلانت سيل، والبلازما ممبرين في الانيمال سيل، يبقى ده بلانت سيل، بلانت سيل، وده في الانيمال سيل. اوكي انيمال سيل. طيب دي انواع الايه، السيمي بيرميبل ممبرين. البلازما ممبرين اللي هو ده يا شباب، او السيل ممبرين اللي هو حوالين الخليه ده خلاص، وهنتعرف عليه المره الجايه بشكل اكبر ونعرف التركيب بتاعه ان شاء الله. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي ارجع تاني لموضوع الموفمنت اوف ماتيريال. احنا قلنا عندنا الديفيوجن والاسموزس، الاثنين عباره عن ايه في الديفيوجن والاسموزس؟ الاثنين عباره عن، عندي كونتينر اهو، ده كونتينر، الكونتينر ده في ايه، في من ناحيه دي كده مثلا سوليوشن خلاص، ومن ناحيه دي برضو عندي سوليوشن. تمام يا شباب؟ يبقى انا عندي سوليوشن هنا وسوليوشن هنا، حطيت في النص ايه؟ حطيت في النص السيمي بيرميبل ميمبرين. تمام؟ طيب السوليوشن ده احنا قلنا سوليوشن يعني عباره عن سوليوت، نكتب هنا تاني افكركم، سوليوشن يعني سوليوت وسولفنت. السوليوت دايما هنتكلم عن الميه H2O، والسولفنت اي حاجه بقى، اي حاجه، كربوهيدرات مثلا جلوكوز، NaCl سولت، اي حاجه، اي سولت خلاص. فانا بيكون عندي هنا بيكون البارتيكلز بتاعه السوليوتس دايبه في السولفنتس وليكن بالشكل ده خلاص، وهنا بالايه، بالشكل ده، نزود بس شويه في واحد والتاني هيكون اقل. طيب علشان نفهم فكرة الديفيوجن والأسموزس، تعالوا كده نجرب تجربة مع بعض. دلوقتي عايزاكم بعد ما نخلص المحاضرة تقوموا تجيبوا بطاطساية، بطاطساية من البطاطس، ونروح قاطعينها بالنص بالسكينة بالشكل ده،
مثلا ادي البطاطسايه اهي، هقطعها بالنص بالشكل ده خلاص، واجي انا همسح بس عايزه امسح فين الريزر اهي، امسح الجزء ده كده علشان خاطر نكتب مع بعض. خلاص انتوا مش محتاجين الكلام ده تاني، تمام. وبعدين اجي هنا كده، ادي البطاطسايه اهي خلاص، وبعدين هي بتبقى عامله بالشكل ده، اجي هنا كده واعمل فيها حفره، حفره بمعلقه بقى، بسكينه، باي حاجه، اخد فيها جروف كده، والحفره دي اروح جايه وحاطه فيها ملح، شويه ملح هنا كده، شويه ملح خلاص، ونسيبها، نسيبها شويه. يعني ادي البطاطس اهي كده عامله بالشكل ده، انا خلاص عملت فيها حفره خلاص، وحاطه هنا الملح في المنطقه دي، وهنسيبها شويه. بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا عملنا التجربه دي قبل كده في المدرسه وعارفينها كويس قوي. بعد شويه هلاقي انه الميه من جوه البطاطس، هلاقي عندي شويه ميه هنا كده، انا ما حطيتش ميه، ده انا عملت حفره في البطاطس ورحت حاطه عليها شويه ملح. بعد شويه هلاقي الميه خارجه من البطاطس وراحت جايه على الملح اللي موجود هنا، ولقيت انا عندي هنا ميه، لقيت ميه موجوده. يبقى الفكره ايه؟ الفكره ان الميه جت منين؟ الملح ما فيهوش ميه، الميه جت منين؟ ما فيش تفسير تاني للميه غير ان الميه خرجت منين؟ من البطاطس نفسها، من الخليه بتاعت البطاطس نفسها، وراحت جايه على الايه؟ جايه على الملح، ودوبت الملح جواها. خلاص كده؟ الفكره اللي احنا عايزين نتكلم عليها في الاسموزز والديفيوجن هي نفس الفكره بتاعت الميه اللي خرجت من البطاطس على الملح. يبقى الاسموزز او الديفيوجن هي عباره عن movements of material from high concentration to low concentration. في حالة البطاطس هنا إيه اللي حصل؟ هنا كان السولت هو اللي عالي، عفوا، كان السولت هو اللي عالي اللي هو ال NaCl مثلا، الملح خلاص، كان الملح عالي، وهنا كانت المية هي اللي عالية ال H2O موجودة في الخلية خلاص. اللي حصل ان الميه هي اللي انتقلت، الميه هي اللي انتقلت من تركيزها العالي هنا هاي ووتر، صح؟ هاي ووتر جوه الخليه بتاعت البطاطس هاي ووتر، ولكن هنا الصوديوم كلورايد لو ووتر، تمام؟ يبقى الموفمنت حصل منين؟ الموفمنت حصل من الهاي ووتر to low water. يبقى اللي بيتحرك ايه؟ اللي بيتحرك هو الووتر او الماتيريال بصفه عامه، بتنتقل من الهاي كونسنتريشن to low concentration of this material. خلاص؟ يبقى نكتب كده تعريف هنا، definition لي، نمسح الكلام ده بقى علشان نكتب ال definition. ايه هو ال movement of materials from، يبقى هي movements of materials، وانا هنا ما حددتش، بتكلم materials بصفه عامه خلاص، from high concentration، يبقى الماده بتنتقل من التركيز العالي from high concentration to low concentration. يبقى الموفمنت دايما بتكون من التركيز العالي للتركيز الاقل، يعني المليان يدي للفاضي بشكل ابسط. خلاص؟ طيب. تعالوا بقى نشوف ايه الفرق بين، خلاص ده الديفينيشن بتاع الموفمنت اوف ماتيريال سواء كان للاوسموزس او الديفيوجن. تعالوا نشوف بقى ايه الفرق ما بين الاوسموزس والديفيوجن. في الاوسموزس، انا عندي التعريف بالظبط بالشكل ده اللي هكتبه لكم وبعدين نفسره. موفمنت اوف ووتر، from high concentration
to low concentration. خلاص يبقى movement of water from high concentration to low concentration. يبقى أنا حددت هنا إيه يا شباب؟ حددت الووتر. خلاص حددت الإيه؟ الووتر. تمام كده؟ يبقى movement of water from high concentration to low concentration. لو بصيت على الشكل اللي قدامي طبعا through نكتب كده through. لا ثواني علشان ما تلخبطوش نفسكم. مسحت معلش. From يبقى movement of water from high concentration to low concentration through a through semi permeable membrane. خلاص semi permeable membrane. تمام يا شباب. يبقى movement of water نركز. انا حددت هنا الووتر ده في الاوسموزس. في الشكل اللي قدامنا ده احنا قلنا السوليوشن ده هو الووتر اهي دي اتش 2 او. تمام. السوليوتس اللي هي بالاخضر النقط اللي بالاخضر اهي واضح جدا ان الووتر عندي في الجنب هنا هنا كده الكونسنتريشن بتاع الووتر فين اكتر. هنا دي الووتر باللون الابيض وهنا برضو ادي الووتر قليله. يبقى هنا هاي كونسنتريشن ووتر هاي كونسنتريشن وهنا لو ووتر. يبقى على طول هيحصل ايه؟ الووتر هتنتقل من الجنب A ده A وده B. خلاص؟ هتنتقل من A ل B. تمام؟ تفضل الووتر تنتقل عن طريق الاوسموزز من A ل B. A high concentration of water. B low concentration of water. أنا ما اتكلمتش عن السوليود دلوقتي. خلاص؟ أنا مش بتكلم عن السوليود. يبقى الاوسموزز تاني. Movements of water from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane. الشكل اللي قدامي بيبين انه انتقلت الwater from high concentration في A to low concentration في B. خلاص كده يا شباب؟ ده الاوسموزس. اوكي؟ فهيفضل ينتقل الwater لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يبقى معدل الwater الاثنين قد بعض. تمام؟ لحد ما يبقى الاثنين قد بعض. نسبة الووتر هنا the same as الووتر هنا. حلو؟ تمام كده واضح؟ طيب ده بالنسبة للأوسموزس. طب بالنسبة للديفيوجن، الديفيوجن بقى همسح بقى الكلام ده كده خالص عشان الشاشة بقت دوشة. الديفيوجن يا شباب نفس الفكرة بالظبط، هي نفس الفكرة، مش إيه، مش هنغير كتير، لكن أنا عندي أدي الكونتينر أهو، خلاص، وأنا عندي أدي الووتر كونسنتريشن زي ما إحنا شايفين، ذا سيم، يبقى ذا سيم ووتر كونسنتريشن، وهاجي في النص وأروح حاطة هنا ده سيمي بيرميبل ممبرين برضو، سيمي permeable membrane. خلاص نفس الكلام، لكن بقى هنا عندي السوليوت هنا بالشكل ده وهنا السوليوت اهو كتير اكتر. يبقى هنا high concentration of solute، يبقى التركيز بتاع الووتر the same concentration of water. يبقى نكتب كده على جنب الووتر ها سيم concentration between A and B. خلاص تمام كده يا شباب. اما السوليوت ايا كان بقى السوليوت وليكن صوديوم كلورايد A high solute و B low solute، ايه اللي بيحصل؟ يفضل طبعا احنا قلنا سيمي بيرميبل ممبرين بيعدي الووتر، بيعدي السوليوتس الصغيره البارتيكلز الصغيره. تمام. تبدا بقى البارتيكلز بتاعه السوليوت تنتقل من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن
لحد ما يكون الـ number of solute هنا equal الـ number of solute هنا. خلاص؟ يبقى الـ diffusion هو movements of materials بقى. any material other than the water. يبقى نكتبها برضو علشان خاطر نبقى عارفين. اهو الـ diffusion هو movements of materials other than the water. خلاص other than the water واحط تحتها خط، لان لو الووتر هي اللي انتقلت، خلاص لو الووتر هي اللي انتقلت تبقى اوسموزس، تبقى اوسموزس. يبقى هي movements of materials other than water from، نفس الكلام بقى، high concentration to low concentration. تمام يا شباب؟ واضح كده؟ خلاص؟ عرفنا الفرق بين الاوسموزس والديفيوجن. هي فكرة movement of material بصفة عامة هي انتقال المواد من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن ثرو سيمي بيرميبل ميمبرين. ما كتبناهاش دي، نكتبها ثرو سيمي بيرميبل ميمبرين. خلاص بقى انتوا عارفين السبيلنج، سيمي بيرميبل ميمبرين. تمام؟ طيب تاني، ايه الفرق بين الاوسموزس والديفيوجن؟ الاوسموزس موفمنتس اوف ووتر from high concentration to low concentration. لو انا عندي البارت A والبارت B، الووتر عالية هنا وقليلة هنا بغض النظر عن تركيز السوليوت، يعني حتى لو السوليوت هنا كتير، يعني لو انا هفترض نفس الشكل اللي قدامي ده وهنا الووتر اكتر، يعني لو هنا الووتر اكتر بالشكل ده، ووتر وسوليوت اكتر، هتنتقل الووتر الاول بالاوسموزس، تنتقل الأول بالأوسموزز من A to B، يعني من High Concentration to Low Concentration، لحد ما يبقوا الاثنين قد بعض. خلاص؟ بعد كده يحصل Diffusion بقى، تنتقل الـ Particles من الـ High Concentration to Low Concentration. واضح يا شباب؟ أعتقد كده الرؤية اتضحت أكتر. طبعاً الأوسموزز والديفيوجن هما أكتر شكلين من أشكال انتقال المواد في الخلايا بيستخدموا. تمام؟ لكن أنا عندي زي ما قلت لكم في أول محاضرة أكتر من 8 أشكال من أشكال الانتقال بتاع المواد، لكن هناخدها إن شاء الله المحاضرة اللي جاية بعد ما نخلص السيل، لأن أنا لازم أعرف الأول structure بتاع السيل سواء كانت animal أو plant cell، وبعدين أعرف movement of material inside the cell بتبقى عاملة إزاي، فهاخد الأشكال المختلفة، لأن في عندي حاجات بتعتمد على structure بتاع الخلية فلازم أكون واخداه الأول. إنما الأوسموزز والديفيوجن ده بيكون جنرال فاخدناه لوحده. خلاص؟ طيب خليني همسح بقى السلايد دي خالص، خليني هاخد ملخص سريع كده للكلام اللي احنا قلناه. الاوسموزس والديفيوجن، خلاص؟ الاوسموزس والديفيوجن. في الاوسموزس هيكون عندي الووتر بتكون هاي، ده رمز الهاي كده، تمام، السهم هاي تو لو كونسنتريشن اوف ووتر. خلاص؟ وهنا طبعا عندي السيمي بيرميبل ميمبرين. تمام كده؟ طيب الديفيوجن بيكون السوليوت هو اللي هاي وينتقل الى سوليوت لو. خلاص كده؟ طالما ان في ايه؟ ان هو انا مش هقول ايزوتونيك دلوقتي، ان سيم كونسنتريشن اوف ووتر solution، زي ما قلنا نفس تركيز الايه، نفس تركيز الووتر في السوليوشن. خلاص كده يا شباب؟ يبقى انا تاني لو عندي سوليوشن الاول الووتر بيظبط الكونسنتريشن بتاعه بالاوسموزس، وبعد كده يظبط الايه الديفيوجن. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف
ايه انواع السوليوشن نتيجه او بالاعتماد او بنسبه الميه اللي موجوده جوه السوليوشن. فاحنا هناخد دلوقتي ايه التايب اوف سوليوشن، التايب اوف سوليوشن due to concentration of water. عندي اول حاجه اسمها hypotonic solution. hypotonic solution. وبعدين عندي حاجة اسمها isotonic solution. وآخر نوع من أنواع السوليوشن عندنا الـ hypertonic solution. hypertonic solution. خلاص، يبقى انا عندي 3 type of solution. اول type هو hypotonic solution، تاني type isotonic solution، تالت type هو ال hypertonic solution. وخليني اكد عليكم ان ال types of solution دي according to concentration، طبعا conc دي يعني اختصار concentration of water. خلاص، بعتمد على في التقسيمه دي بعتمد على تركيز الووتر. تعالوا بقى مع بعض كده نبص بصه سريعه. لو انا عندي كونتينر، خلاص، وحطيت فيه ووتر سوليوشن، ووتر سوليوشن، ووتر سوليوشن. يعني ايه؟ طالما قلت سوليوشن يا اولاد يبقى عندي ووتر زائد ميه زائد سوليوت، صح؟ لازم يكون عندي سوليوت، يبقى ووتر سوليوشن يبقى لازم عندي ميه وسوليوت. طيب سي مثلا السوليوشن بتاعنا هنقول مثلا عباره عن ميه زائد صوديوم كلورايد. خلاص، اساسي في التلاته أنواع هحط ووتر، أساسي هحط ووتر بالشكل ده. خلاص، أساسي هحط ووتر، تمام. وهعمل بقى السوليوشن، هحط في أول رقم واحد في الهايبوتونيك سوليوشن هحط 1%، 1% صوديوم كلورايد. خلاص، في النوع الثاني هحط 0.9% صوديوم كلورايد. خلاص، في النوع الثالث هحط 10% صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد. اول واحد 0.1 على فكره، مش 1%، 1 من 10%. اول واحد اللي هو الهايبوتونيك سوليوشن. طيب إذا أنا عاملة سوليوشن بكونسنتريشنز مختلفة، غيرت في تركيز الصوديوم كلورايد في الكونتينر رقم A أو واحد هحط 0.1% صوديوم كلورايد، رقم B هحط 0.9% صوديوم كلورايد، و C هحط إيه؟ هحط 10% of صوديوم كلورايد. طيب باجي بقى في الاكسبيرمنت بتاعتنا بجرب خلية من خلايا الدم. التجربة دي احنا كنا بنعملها للطلبة في إعدادي كده علشان خاطر نفهمهم فكرة الـ movement of material من in and out of the cell. هجيب red blood cell، خلاص، كريات دم حمراء red blood cell، وأحطها في السوليوشن الأولاني، نفس red blood cell في السوليوشن الثاني، ونفس الريد بلاد سيل في السوليوشن الثالث. بالمناسبه الريد بلاد سيل، الريد بلاد سيلز ده اختصارها الريد بلاد سيلز، الكونسنتريشن اوف صوديوم كلورايد جواها بيساوي 0.9%. خلاص، طبعا الاكزامبل ده لو جالي في الامتحان هو بيديني التركيزات المختلفه، ممكن يغير ال 0.9 ال 10%، هو بيقول لك الكونسنتريشن ايه
وقد ايه، تمام؟ هو بيبقى قايل لك في السؤال، وهنشوف الاسئله ان شاء الله هتيجي عامله ازاي. تمام يا شباب؟ طيب انا حطيت الريد بلاد سيل جوه السوليوشن، وعرفت خلاص ان الكونسنتريشن بتاع الصوديوم كلورايد ايه 9% في داخل الخلايا. في الكونتينر ايه هنا نسبه الصوديوم كلورايد ايه 0.1%، تمام؟ وجوه كام؟ 0.9%. 9%، بس انا مش راضي يكتب بس يا شباب، 0.9%. طيب معنى كده ان الووتر، هتكلم عن الووتر بقى بالازرق كده عشان هنا هاي ووتر، وجوه ايه؟ طبعا تركيز الملح جوه اكتر، فهيكون ايه الووتر جوه ايه قليل، صح ولا غلط؟ يبقى جوه الخليه التركيز بتاع تركيز الووتر اقل من التركيز بره الخليه، صح ولا غلط؟ ليه؟ لان تركيز الملح جوه 9/10، تركيز الملح بره 1/10، يبقى الميه بره الخليه اكتر من جوه الخليه. هايبوتونيك سوليوشن. هايبوتونيك سوليوشن يعني ايه هايبوتونيك سوليوشن؟ يعني ان الكونسنتريشن اوف ووتر انسايد ذا سيل less than the concentration of water outside the cell. خلاص كده يا شباب؟ طيب سوري نشير تاني اهو، خليكم معايا ثانية. تمام كده واضح؟ وبعدين ده بالنسبة للهايبوتونيك سوليوشن. فكروا كده ايه اللي هيحصل في الووتر عن طريق الاسموزيس. فكروا، وهناخد الجزء اللي بعدين عايزاكم تفكروا. انا بتعامل معاكم على انكم قاعدين قدامي، على فكره مش متعوده اسجل فيديوهات كده، لكن يعني عايزاكم تفكروا على ما اكمل شرح. خلاص طيب تعالوا نشوف الايزوتونيك سوليوشن. الايزوتونيك سوليوشن احنا قلنا الصوديوم كلورايد في الايزوتونيك سوليوشن بره 0.9%، تمام؟ وكمان انسايد ذا ريد بلاد سيل 0.9%، يعني الكونسنتريشن اوف سوليوتس زي بعض، يعني كمان الكونسنتريشن اوف ووتر زي بعض، يعني جوه نسبه السوليوشن الميه تركيزها جوه نفس تركيز الايه الووتر بره. خلاص في الهايبرتونيك سوليوشن نسبه الكونسنتريشن او تركيز الصوديوم كلورايد 10%، يعني فيري هاي فيري هاي سوليوت، يعني اختزل نسبة المية لما كترنا السوليوت اللي هو صوديوم كلورايد، قلت نسبة المية بره، فبقى ايه؟ فبقى هنا الكونسنتريشن بتاع ووتر ايه؟ قليل، تمام؟ الكونسنتريشن قليل، لكن جوه الخلية انا عندي 0.9% of sodium chloride، يعني الووتر عالية جدا، اكتر تركيز المية جوه الخلية اكتر من تركيز المية بره الخلية. خلاص ده بالنسبه للثلاثه سوليوشن. تعالوا بقى نرجع تاني مع بعض نفكر في الشيب الاول او الكونتينر A، هيبقى الكونسنتريشن اوف ووتر انسايد السيل قليل، ليه؟ لان تركيز الملح عالي. اوتسايد ذا سيل في الكونتينر عندي عاليه نسبه الووتر، هاي كونسنتريشن اوف ووتر بره الخليه. في الايزوتونيك سوليوشن هيبقى ذا سيم، ما عنديش مشكله، نسبه السوليوت والسولفنت زي بعض. اما في الهايبرتونيك سوليوشن بيكون الكونسنتريشن اوف ووتر انسايد ذا سيل اعلى من الكونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد ذا سيل، عشان نسبه الملح بره عاليه، تمام؟ زي ما عملنا كده في البطاطسايه وحطينا الملح، معلقه ملح في الحفره اللي احنا حفرناها جوه البطاطسايه، فلقينا ان الووتر ايه؟ الووتر بتخرج. لقينا ايه؟ لقينا ان تركيز الميه جوه الخليه اكتر. فكروا نتيجه للمثال اللي انا اديته لكم. طيب تعالوا بقى نكتب بقى كده الاوبزرفيشن اللي هيحصل. في الاوبزرفيشن على حسب ما احنا درسنا الاوسموزز والديفيوجن، احنا قلنا ان الووتر بتنتقل من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. في الهايبرتونيك سوليوشن
في الهايبوتونيك عفوا اللي هو رقم واحد في الهايبوتونيك سوليوشن، الووتر بره فين اعلى؟ بره، يبقى بره اعلى. هايبوتونيك سوليوشن الووتر بتكون هاي كونسنتريتد اوتسايد ذا سيل، ليه؟ عشان التركيز 0.1%. تمام، يبقى هيحصل ايه الاوبزرفيشن بتاعتنا؟ هنقول ان الووتر انتر ذا سيل، انتر ذا سيل from outside to inside. تمام يا شباب، معلش القلم بس بيضايقني شويه في الكتاب. طيب يبقى الووتر انتر تو ذا سيل من outside to inside، يعني الميه هتدخل من الكونتينر نفسه، تدخل داخل خليه. ما ننساش ان الريد بلاد سيل زي اي سيل في الدنيا بتحتوي على بلازما ممبرين، والبلازما ممبرين ده سيمي بيرميبل ممبرين، يعني يدخل المواد من بره لجوه. خلاص، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الووتر هتنتقل من الكونتينر بره من الميديا الى داخل الخليه اوتوماتيكلي. هيحصل ايه في الخليه؟ هيحصل لها ايه؟ سويلينج، هتتملي ميه كاني في النفخت بالونه، هيحصل لها سويلينج، هيحصل لها سويلينج. تمام، تتنفخ، تفضل تشرب الميه بالتعبير البلدي زي ما بتشرب الميه من بره. ليه؟ لان تركيز الملح جوه اعلى من تركيز الملح بره، يعني تركيز الووتر جوه اقل من تركيز الووتر بره، فبالتالي تفضل تسحب الميه من بره، تسحب الميه من بره الى داخل الخليه عن طريق الاوسموزيس عادي جدا، من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، لحد ما يحصل لها سويلينج، وتفضل تسحب ميه اكتر لحد بعد كده ما يحصل لها رابتشر. رابتشر تنفجر الخليه. بعد شويه لما بنبص على السوليوشن ده تحت الميكروسكوب بلاقي الريد بلاد سيلز مش موجوده، كلها مفرقعه. ليه؟ لانها شربت كميه ميه كبيره جدا عشان تعادل الايه؟ تعادل السوليوت داخل الخليه، تعادل التركيز، بتبدا تسحب الميه. اما بالنسبه للايزوتونيك سوليوشن فتركيز الووتر انسايد ذا سيل از ايكوال تو ذا كونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد ذا سيل، فبالتالي مش هيحصل اي تشينج. فهنكتب كده، هنقول هنا نو تشينج، no change. خلاص، طيب نيجي بقى في الهايبرتونيك سوليوشن. احنا قلنا ان الووتر انسايد ذا سيل جوه اعلى من الكونسنتريشن بتاع الووتر بره. ليه؟ لان الملح بره نسبته عاليه مركزه، فالووتر قليله. فاللي بيحصل ايه يا شباب؟ اللي بيحصل ان الووتر بتنتقل من الخليه الى الخارج زي ما حصل في البطاطس بالظبط، خرجت من الخليه بتاعت البطاطس خلاص، وعشان تعادل الكونسنتريشن اللي موجود بره الملح اللي احنا حطيناه، هتفضل السيل تخرج الووتر منها لحد ما يحصل لها ايه؟ شرينك، شرينك، تنكمش وبعد كده تموت. يعني الخليه طبعا لما بتقل نسبه الميه فيها بتموت، فيحصل لها الاول شرينك خلاص، وبعد كده يحصل لها دايت. خلاص، طيب ده بالنسبة للتايبس اوف سوليوشن. عندنا هايبوتونيك سوليوشن، تاني الهايبوتونيك سوليوشن بيكون الكونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد از مور ذان ذا كونسنتريشن اوف ووتر انسايد ذا سيل، فبيحصل سويلينج للخلية خلاص، ممكن يحصل لها رابتشر. اما الايزوتونيك سوليوشن ما بيكونش عندي اي تشينج، نو تشينج. ليه؟ لان الكونسنتريشن اوف ووتر انسايد ذا سيل از ايكوال تو ذا كونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد ذا سيل. اما الهايبرتونيك سوليوشن بيحصل ان concentration of water inside the cell is less than عفوا more than the concentration of water outside the cell، فبتخرج الميه من جوه الخليه الى خارجها، يحصل shrink للخليه وبعد كده تموت لو ما عوضناهاش بالميه اللي فقدتها. تمام كده يا شباب، كله واضح؟ طيب تعالوا معايا كده نراجع مع بعض الحاجات اللي احنا قلناها دي من الملزمه. خدنا الديفيوجن واخدنا الاوسموزيس، خدنا الديفيوجن
والأسموزس. تمام، إيه هو الديفيوجن؟ هو movement of material from high concentration to low concentration، طبعا down concentration gradient. concentration gradient هو تركيز الإيه؟ تركيز السوليوت بتاع اللي دايب في الووتر أو دايب في السولفنت بصفة عامة، وطبعا ده مش محتاج أي energy، وهناخد الكلام ده المرة الجاية إن شاء الله. أما الأسموزس هو movement of water، ونأكد على كلمة الووتر، from high concentration to low concentration due through semi-permeable membrane. اتكلمنا عن الأسموزس وخدنا الأسموزس ده عبارة عن إيه. الأسموزس عبارة عن زي ما احنا شايفين في الشيب قدامنا أهو، أدي عندي السيمي بيرميبل ممبرين والتركيز بتاع الووتر، وهنا مختلف. تمام، يبقى هنا عندي الووتر عالي والووتر هنا قليلة، طبعا السهم ده العكس. تمام، المية بتنتقل لحد ما يكون ايزوتونيك سوليوشن. ده بالنسبة لل للاوسموزس. طيب تعالوا نشوف انواع السوليوشن. عندي هايبوتونيك وايزوتونيك وهايبرتونيك سوليوشن. الهايبوتونيك سوليوشن بيكون الووتر كونسنتريشن انسايد ذا سيل ايكوال تو ايه؟ الووتر كونسنتريشن انسايد ذا سيل لو، خلاص هاي ووتر ولو سوليوت. هاي ووتر الووتر جوه، الووتر كونسنتريشن داخل الخليه بيكون عالي زي ما قلنا، وبره الخليه بيكون قليل. السوليوت بره عالي وجوه الخليه قليل. تمام، زي ما قلنا دي كريات الدم الحمراء اللي هنحطها دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل لها. الايزوتونيك سوليوشن ذا سيم كونسنتريشن ما بين الووتر والسوليوت. اما الهايبرتونيك سوليوشن زي ما انتم شايفين قدامكم، السوليوشن نفسه مليان بالسوليوت، يعني زي ما قلنا ال 10% التركيز عالي جدا وجوه الخليه بيكون التركيز قليل جدا. طيب تعالوا نشوف الاوبزرفيشن ايه اللي بيحصل بالنسبه للهايبوتونيك سوليوشن. اهو حصل سويلنج، شايفين كريات الدم الحمراء اتنفخت وشكلها وحجمها بقى كبير. خلاص حصل سويلينج، حصل سويلينج ليه؟ حصل سويلينج لأنه، تعالوا كده نشوف الكلام، لأنه الـ concentration of water outside is more than inside. خلاص؟ So the water moves by osmosis from high concentration gradient outside to low concentration gradient to inside. فبالتالي حصل سويلينج أو اتنفخت، وبعد فترة تفضل يحصل لها سويلينج اكتر لحد ما يحصل لها رابتشر. في الايزوتونيك سوليوشن الكونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد ايكوال او ذا سيم تو انسايد، فمش هيحصل اي تشينج للووتر. اما في الهايبرتونيك سوليوشن الكونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد بيكون ليس ذان الكونسنتريشن انسايد، فبالتالي بيحصل شرينكج للخليه، بتنكمش وبتفقد الحيويه بتاعتها، وبتكون لو فقدت الميه اللي موجوده جواها، وهنعرف المره الجايه ان شاء الله اهميه الووتر في الخليه، لو فقدت الووتر فبالتالي بتفقد الحيويه وممكن توصل لمرحله الموت بتاع الخليه الا واحنا ما عوضناهاش. يعني اعتقد ان احنا كده خلصنا الجزء بتاع البايوكيمستري. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. ممكن اكون انا بعيد الكلام كتير، بفضل اعيد الكلام كتير زي ما قلت لكم، انا متعوده دايما ان انا بشرح لايف، وبحاول بقدر الامكان اني اشرح معاكم المحاضره كانكم قاعدين قدامي. يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات اي كومنت عايزين تعرفوه، اي اسئله، وان شاء الله اخلص الشابتر بتاع الخليه واديكم ميعاد اللايف سيشن لمراجعه اسئله على التو شابترز الاولانيين. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.